نسمع سريعا كده الاستاذ عادل سلوم. اتفضل يا استاذ عادل. نعم لا والله ابدا انا اتفاجئت ان الاستاذ صبحي بيقول ان حضرتك بتكتب شعر. تبحث عن طرق الامان، تتكئ على جذع ماض ما له عندي كيان، جاءتني تترقب اوقات الاحزان، وفي اي مكان تملك اعصاب الحب للريحان، جاءتني تعذبها احلام سوداء، توقدها براسم شيطان، تتعبط اوهاما جوفاء أني النساء كتاب يتهم الكفار. قالت لي في لهب نهرك عذب نارك له شطان. لا تقرأ الشعر، لا تذكر الأبيات، لا ترسم القوافل كفيل الأوزان. جاءتني ترفض أني إنسان أسكن أبراج العشق وعشقك كالطوفان. يمنحني في اليمنى أنهار أجعل أقصفة التربة وديان. يمنحني في اليسرى إعصارا تحطم كل الأوسان. أنفق رياح الشوك في أوداج الأوطان. تهيل ضروب الهدم جنان تلو جنان. وأصبو إليها منكشيا والكون كعيني بستان. أعود وأقول يا مال أبقى بعض حنان. والشوك الغارق في الصمت يلفظ أنفاس النسيان. يقرف عين السهد يسمرها ظلام الكمال. تفيق على وعد يامرها اسقي بجذع الماضي يتساقط عشقا يتهم الازمان لعشق الازمان يستنسخ بالامال ابدانا تقفز في بستاني كالبستان. تفيق على وعد يذكرها في كل الافكار لولاها ما كانت الشعر عندي لسان لولاها ما كانت عيناها لي كفه الاوزان لولاها ما قدمت لساني لطفها قبال. شكرا.